صباح الخير وأهلا بكم إلى برنامج كشك الصحافة من شبكة التلفزيون العربي الذي يأتيكم مباشرة من بيروت الساعة 7 بتوقيت غرينتش، معي أنا رويدة أبو عيد. يرافقنا في هذه الجولة اليومية للصحافة العربية والدولية الكاتب والصحفي عبد الحكيم معتوق. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا بك ست رويدة. التحذير الروسي من زلزال في منطقة الشرق الأوسط، تسجيلات كيري الصوتية المثيرة للجدل بشأن سوريا وتفاقم الأزمة الإنسانية في حلب تصدرت العناوين الرئيسة للصحف الدولية والعربية التي ركزت أيضا على مستجدات المعارك اليمنية والاستهداف الحوثي لسفينة إماراتية في باب المندب، كما تناولت الحراك السياسية الحاصلة في ملف الرئاسة اللبناني والمواجهات العشائرية في العراق. وفي أبرز عناوين الصحف العربية، صحيفة العرب الجديد: روسيا تهدد بزلزلة المنطقة دفاعا عن نظام الأسد. صحيفة الزمان العراقية: طيران التحالف يبدأ قطع خطوط الإمدادات لداعش بين العراق وسوريا، وزير الدفاع الفرنسي: هجوم الموصل سيبدأ قريبا. صحيفة المستقبل اللبنانية: الشرع الأعلى يشيد بمساعيه والراعي يحذر من كارثة اقتصادية، الحريري يستعرض مشاوراته في السرايا والثلاثاء في موسكو. صحيفة القدس الفلسطينية: الحديث يدور عن إقامة مستوطنة جديدة في منطقة رام الله، إسرائيل تصادق على بناء 98 وحدة استيطانية لإسكان مستوطني بؤرة عمونة بعد إخلائهم. صحيفة الوسط البحرينية: أول دعوة أمريكية ضد السعودية بعد إقرار جستا. صحيفة الخبر الجزائرية: لا أحد من المتورطين في وثائق بنما خضع للمساءلة، فضائح كبار الدولة تتوالى والقضاء مغيب. لقاء دولي حول ليبيا تستضيفه فرنسا غدا، خبر بارز في الصحف الغربية والعربية. دخلت الأزمة الليبية منذ سيطرة قوات خليفة حفتر على الموانئ النفطية الشهر الماضي فصولا أكثر تعقيدا. رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الذي يعتزم تقديم تشكيلة حكومية جديدة كان قد تحدث عن مبادرة لمصالحة شاملة لا تقصي حفتر، شرط أن تكون القيادة العسكرية تحت إمرة القيادة السياسية كما قال. موقف لم يثني حفتر حتى الآن عن رفضه لهذه الحكومة واعترافه بسلطة مجلس النواب طبرق فقط. تتمحور التحليلات الصحفية حول تقييم خطوة السراج من جهة وربطها من جهة أخرى بالمواقف الدولية والإقليمية التي باتت جزءا لا يتجزأ من تعقيد المشهد الليبي. أستاذ عبد الحكيم، بداية، ما الذي نتوقعه من اجتماع غدا في باريس؟ أنا لا أتصور أنه سوف يحمل أي إضافة، عطفا على ما طرحه المهندس فايز السراج بشأن دعوة المصالحة. يعني حقيقة هذه كانت طرحت منذ سنتين، وكثير من القوى الوطنية في ليبيا والنخب والقبائل وحتى الناس العاديين كانوا يأملون في حوارا وطنيا ومصالحة مجتمعية. يعني حتى تكون الصورة واضحة ونضع الأمور في سياقها التاريخي والطبيعي، سيدتي الذي حصل والذي أفضى إلى هذا المخرج وهو مخرج الصخرات هي كانت مفاوضات ولم يكن حوارا، هم يسمونه بالحوار ولكنها كانت مفاوضات بين تيار واحد وهو تيار فبراير. إذا أردت أن تجمع مكونات الشعب الليبي فثمة مكونات كثيرة ومهمة وفاعلة في المشهد السياسي على الصعيد الاجتماعي أو على صعد أخرى مختلف. هذه المكونات حقيقة أهملت، سواء كان القبائل، النخب، أنصار النظام السابق. يعني إذا أردت أن تعملي على إيجاد حل وتسوية للأزمة الليبية، إذا يعني بالنسبة لاجتماعي غدا في أي إطار يأتي؟ هو يأتي لم يفضي بجديد في إطار الرعاية الدولية. هي لازالت، شوفي، حتى بعد أن تبنت الأمم المتحدة
هذه المفاوضات ونقلتها من مكان إلى آخر، من غدامس ون إلى غدامس تو، إلى جنيف، إلى صخيرات، إلى ما هو، إلى الجزائر. كانت هناك أيضا مسارات أخرى، مسارات جانية مختلفة متوازية، يعني نعم، محادية للمسار الرئيسي. والتغير اللي حصل في أيضا في اختيار الممثلين السيد بان كيمون من عبد الإله الخطيب، مرورا بأيام مارتن حتى طارق متري وليو، وأخيرا السيد مارتن كولبر. هذا يدلل تغيير المبعوثين أو رؤساء البعثات، يدلل على أن تم اختناقات كبيرة لم يكن بمقدورهم حل. فهو لا، يعني جزء أو بارت من حل ترعاه فرنسا، وهي فرنسا التي تدعم لا الجيش الليبي وتعترف بالبرلمان، ومن جهة أخرى تذهب وراء الخيار الدولي بشأن المجلس الرئاسي. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة بالتحديد لأنها بالغة الأهمية، لا، موقف فرنسا وما الذي تريده من ليبيا. ولكن دعنا الآن أستاذ عبد الحكيم ننقل إليك بعض التعليقات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوضع في ليبيا. تعليقات متنوعة. نعم، يعني اللي بيقول أن الحق يقف إلى جانب نفسه والباطل يحتاج إلى مساعدة فعلا. نعم، ويتحدث عن حكومة الوفاق. أحد المغردين أيضا أشار إلى الوضع الإنساني السيء المتفاقم في بنغازي، حتى في طرابلس. نعم، بنغازي في اشتباكات في ليبيا كلها، يعني لا، طرابلس نعم العاصمة تحتضن أكثر من 1,000,000 نسمة، غير الليبيين هناك عرب وهناك أفارقة وهناك حالات خطف مروعة. يعني ربما استمعت منذ يومين إلى 3 نسوة اختطفن وقتن ومعهم أطفالهم. يعني في وضع إنساني أكثر من مزري أمام مرأة ومسمع من كل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وهذه معيبة. لأن يا سيدتي، البعثة الأمم المتحدة مهمتها يعني ليس لا تقتصر على الدعم السياسي فقط. عندما أسقط نظام معمر القذافي، دعا الغرب بأنه قادم إلينا بباقة من الحريات ومن حقوق الإنسان ومن الدفاع عن المدنيين ومن إعادة الأعمار. الآن 5 سنوات من زمن الشعوب ضاعت من عمر الشعب الليبي، ذهب فيها عشرات الآلاف من الأبرياء، يعني مئات المليارات من الدولارات، تدمرت فيها البنية التحتية. كانت ليبيا بلد آمن مستقر، تحولت إلى مستنقع للدواعش وإلى المتاجرين بالبشر وإلى تجار المخدرات وإلى الهجرة العكسية. على كل حال، هذه هي الحقيقة. نعم، هذه التفاصيل الإعلامية التي توظف على هوى وآخر أنا لا تروق لي. أنا أنقل لك لأنني صحفي ليبي وعشت الحدث منذ 17/2 حتى يوم 15/4 عندما هددت بالقتل وخرجت في جنح الظلام من طرابلس، لأن الإسلاميين لا يريدون قول الحقيقة، هم يريدون أن يحكمون بالقوة وهذا لن يتأتى لهم. على كل حال، هذه الاتهامات يعني ليست اتهامات، تتبادلها كل هي الأطراف اتهامات. الليبية. أنا أقول لك لا، لا، هي ليست اتهامات. أنا لست منحازا لطرف، أنا صحفي، أنا أشخص الأعراض وأعطي العلاج فقط. وعندما يكون هناك حلا حقيقيا لهذه الأزمة بغض النظر عمن يكون صاحب هذا الحل، أنا سوف أصطف وراءه. نعم، سنبدأ بالمقالات التي اخترناها لهذه الحلقة أستاذ عبد الحكيم. ومقال العربي الجديد يتحدث عن زيارة السراج لباريس ومحاولته مد جسور مع الجنرال حفتر، ويقول المقال: وصف مصدر رفيع المستوى مقرب من المجلس الرئاسي زيارة السراج لباريس بالمخيبة للآمال، لأنه لم يتلقى من الجانب الفرنسي سوى وعود بدعم حكومته، بينما رفضت باريس الإفصاح بشكل جلي عن علاقتها بحفتر، وخصوصا تحركاته
تحركاته العسكرية الأخيرة بالهلال النفطي. وكشف المصدر قائلا إن السراج كان يعول كثيرا على زيارة باريس رغبة منه في تليين موقف حفتر وداعميه في برلمان طبرق، لكن فرنسا صدمته بموقفها الباهت معه. وأضاف أن السراج لم يتلقى أي شيء من باريس سوى حثها على ضرورة السعي للوفاق الوطني واستعدادها لدعمه. ما هي علاقة فرنسا بالخليفة حفتر؟ وقرأنا بأنه السيد السراج أبدى تحفظا لدى فرنسا عن مقتل يعني ثلاث عسكريين كانوا يقاتلون مع قوات حفتر في بنغازي. لا من ليسوا, جهة ليسوا عسكريين، هم مثل ما صرح فرانسوا أولاند، هم مستشارين. تحكي على الهليكوبتر اللي سقطت فيها ثلاث مستشارين. لا توجد هناك قوات. يعني أنت عندما تريدين أن تتحدثين عن ما هي علاقة فرنسا أو مصر أو الإمارات أو الأردن أو كثير من دول العالم بالبرلمان الشرعي، لأنه من جهة يدعمون يقولون نحن ندعم حكومة الوفاق وهي الممثل الشرعي، ومن جهة ثانية نرى عندما تتحدثين عن هذا التباين بين دعم فرنسا أو مصر أو الإمارات أو كثير من دول العالم للبرلمان الشرعي، هذا البرلمان هو البرلمان الشرعي حتى وفق الاتفاق السياسي المشوه، هو لازال هو البرلمان الذي من حقه أن يصدر القوانين والقرارات والتشريعات. وانبثق عنه هذا الجيش يا سيدتي، لا يوجد هناك جيش في ليبيا سوى في هذه المنطقة. عندما تتحدثين عن علاقة فرنسا كدولة كبرى بالشرق الليبي ممثلا في البرلمان الشرعي والجيش، أيضا عليك أن تتحدثين عن ما هي علاقة إيطاليا بالسراج. يعني فرنسا لا يوجد لديها قوات في الشرق الليبي، ولكن إيطاليا لديها قوات على الأرض. عدنا إلى ما قبل الدولة الوطنية، عدنا إلى قاعدة ومستشفى ميداني وقوات نخبة في مصراتة. وتعرفين مصراتة هي المدينة الليبية الوحيدة التي يوالي ميليشياتها المجلس الرئاسي، وشكلون فيما يعرف فيما سبق تحالفا مع الإخوان المسلمين، وأطلقوا على ذلك الدراع اسم فجر ليبيا. وهذا الفجر ليبيا قام بانتهاكات للحق الإنساني وجرائم حرب، دمرت مطار طرابلس، حرقت الهلال النفطي، هذا كله موثق في الجينات الدولية. الآن فجر ليبيا تحول إلى ما يسمى بالبنيان المرصوص الذي يعني يسميها أهالي سرت الأمريكان المرصوص بالمناسبة. الموقع العربي 21 يقول عن هذه المبادرة التي أطلقها السراج للمصالحة، تقول هل ولدت أو تسأل هل ولدت ميتة. ويقول المقال اعتبر مراقبون دعوة السراج إلى دم حفتر لمبادرة المصالحة الشاملة مجرد مناورة سياسية لكسب الأخير إلى صفوف الحكومة التي يرفضها ويحاربها، في حين رأى آخرون أنها تراجع واضح في موقف الحكومة تجاه حفتر الذي يجب أن يقدم للمحاكمة كونه ارتكب جرائم حرب في المنطقة الشرقية، ناهيك عن كونه السبب الرئيس في توقيد مشروع المصالحة منذ انطلاقه. لماذا برأيك تغير موقف السراج إذا كان قد تغير؟ يعني أول ما جرت السيطرة على الموانئ النفطية سمعنا بأنه يدعو يعني القوات الموالية للحكومة بأن تستعيد الموانئ النفطية، ثم نراه يتحدث عن مبادرة شاملة لا تستثني أحد من ضمنه. شوفي سيد رويدة، فايز السراج أنا أعرفه بشكل شخصي، رجل مهندس مدني لا قبل له بالسياسة. حتى 2010 كان لديه محل لتركيب الأبواب الجاهزة. يعني هو من عائلة طرابلسية عريقة صحيحة، لهم علاقة بالمسرح، لهم علاقة بالفنون، ليس لهم علاقة بالسياسة. واختير في غفلة من كل أعضاء البرلمان في الشرق وفي الغرب. هذا الرجل أنا أحترمه، وأنا حاورته في كثير المرات. هو الآن يعني مختطف من قبل عضوين مهمين ينتميان إلى تيارات إسلامية متشددة في المجلس الرئاسي، علاوة على أن تم ضغطا كبيرا يمارس عليهم قبل ميليشيات مصرات. هذه المصالحة مثل ما حكيت في بداية الحلقة هي مطلب شعبي، يعني لا يختلف عليها اثنان عاقلان. لا في الشرق ايضا من اعترض على دعوه السراج، لان الاسلام السياسي لا يريد مصالحه. الاسلام السياسي الراديكالي، انا اتحدث لا اتحدث مثلا عن حزب العداله والبناء اللي هو الاخوان المسلمين، انا اتحدث عن التنظيمات العقديه اللي هي داعش، القاعده، الجماعه الليبيه المقاتله اللي هي احد ادرى تنظيمه. هؤلاء الراديكاليين الذين ينتهجون العنف
لتنفيذ مشروع. على العموم موقع عين ليبيا يشاركك الرأي، يعني يقول أيضا يشكك في حصول كل ليبيا سوف يشاركني ليبيا حقيقية ويقول قد يختلف أو صحيفة عين ليبيا عفوا يختلف الحاضرون والمراقبون على مدى نجاح الاجتماع، فمنهم من يرى أن وجود جميع أطياف الشعب الليبي في مكان واحد انتصارا باهرا، ومنهم من يرى أن عدم وقوع مشادات بالأيدي انتصار آخر، وهناك من يستلذ بإجازة مدفوعة الأجر للتعرف على أشخاص وأماكن جديدة ويعتبر ذلك نجاحا. والحقيقة الدامغة أن المصالحة الحقيقية بعيدة المنال وفقا للمعطيات الحالية، وقد لا نحتاجها مرحليا حتى قيام مؤسسات وأجهزة الدولة، وعندها ستكون هناك مصالحة بين الحكومة والشعب وليس بين المناطق أو المدن، وذلك ما حدث في الكثير من الدول التي شهدت صراعات كانت أجهزة الدولة طرفا رئيسيا بها. تقول أنت أن هناك جماعات لا تريد المصالحة، لكن في المقابل هل حفتر يريد المصالحة؟ لماذا يرفض؟ يعني لم نرى منه بادرة إيجابية بعدما أطلقه السراج. يعني سواء كان المشيخ خليفة حفتر أو عقيلة صالح أو فايد السراج أو أنا لا، يعني لا يهمني الأشخاص بقدر ما يهمني النعت على أن هؤلاء الأشخاص ضد فكرة المصالحة، هذا غير دقيق. يعني الذي لا يريد المصالحة هو الذي يحول دون قيام المشروع الوطني بكل مكوناته. يعني عندما تعودين الآن وتذهبين تأخذي الشباب معك وتروح على المنطقة الشرقية بني غازي من طبرق إلى عند مدينة جدابية، تكتشفين أن هناك ملامح لدولة، هناك شرطة، هناك جيش، هناك حرس بلدي، هناك أمن وأمان، عكس المنطقة الغربية. فكيف هذا الذي عمل بشكل كبير على استتباب الأمن وطرد هذه الفلول من درنا ومن بنغازي ومن جدابية وكذا، يعني يكون عائقا في طريق المصالحة الوطنية؟ سنتحدث أكثر عن يحتاج إلى سبر آراء يا رويدة. هذا ليس، شوفي ربما لا تهتدي برأيي، ولكن يعني يطلبون مني فاصل. سنكمل سوف استجيب لطلبهم، سنكمل في رؤية حفتر ولكن بعد الفاصل. ابقوا معنا لو سمحت. أهلا بكم من جديد في برنامج كشك الصحافة. نرحب مجددا بضيفنا الكاتب والصحفي عبد الحكيم معطوق. أستاذ عبد الحكيم، الواشنطن تايمز نقلت رؤية حفتر، قالت رشح الجنرال حفتر مسؤولين عسكريين لا يخضعون لحكومة الوحدة الوطنية بدلا من الموظفين المدنيين لتشغيل مدن مثل بنغازي، وبالتالي إضعاف سلطة حكومة الوفاق الوطني. الجنرال الذي خدم تحت إمرة القذافي وإبان فترة حكمه بدا متحديا للجميع في ردود مكتوبة على الأسئلة المطروحة الأربعاء من قبل وكالة أسوشيتد بريس، وقال حفتر إنه يرفض سلطة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، كما هاجم السيد كوبلر مبعوث الأمم المتحدة لتدخل الأخير في شؤون البلاد، وقال إن ليبيا ستكون أفضل بوجود قائد بخبرة عسكرية رفيعة المستوى، وأكد أن الاضطرابات في ليبيا جاءت نتيجة وجود العصابات المسلحة والميليشيات الإسلامية التي تسيطر على الحكومة في النصف الغربي من البلاد. نقرأ كثيرا بأنه حفتر يسعى لحل المسألة بالحسم العسكري، وأيضا أنه هناك يعني يسعى لاستنساخ التجربة الانقلابية المصرية في ليبيا. ما هو رأيك؟ دعيني أعلق أولا على مسألة تحت أمرة القذافي. كل الليبيين اشتغلوا تحت أمرة القذافي، بالعكس الذين انتفضوا في 2011 كانوا سدنا لمعمر القذافي، في مقدمتهم عبد الرحمن شلقو، كان عبدا مطيعا وليس سادنا فقط، وفجأة أصبح ثوريا وريد أن يقلب الوضع في إطار أجندة خارجية. هذا للتقريب. خليفة حفتر كان معارضا للقذافي، بقى أكثر من عقدين من الزمن وعمل محاولات قبل 17 فبراير. هذا للتاريخ. مسألة الحكومة الوطنية هي معارض الحكومة. سيدتي إذا أردنا أن نوصف الحالة بشكل قانوني، لا توجد هناك حكومة وفاق وطني. حكومة الوفاق الوطني تحتاج إلى منح ثقة، وهي حتى اللحظة لا تمنح. هي عقبة تشريعية كأداة لم تواجه الليبيين فقط، هي واجهت الجيران والإقليم والعالم. وأنت تلاحظين حتى في تصريحات مارتن كوبلر وربما حتى الساسة الأوروبيون والأمريكان يؤكدون. أريد أن أفهم منك، يعني هي حكومة خرجت من اتفاق سياسي مفروض، هذه الحكومة تحظى بدعم دولي، حكومة كانت مسؤولة عن إعادة الأمن إلى البلاد، إعادة النظام، ولكن لم تتشكل حكومة. هو قدم مقترح لحكومة أولى ورفضت من قبل البرلمان، وهذا حقه. نعم.
كأي برلمان، حتى البرلمان اللبناني يرفض حكومة، البرلمان الصومالي هذا حق قانوني. هل سيقبل هذا البرلمان التشكيلة الجديدة؟ لا أعرف إذا كان. ما هي أسباب الرفض بداية؟ هنا يعني هو شوفي في مشكلة قانونية، إن الاتفاق السياسي ب67 مادة التي اقترحت فيه، حتى تكون الصورة أكثر وضوحا لك وللمشاهد الكريم، المادة الأولى في الاتفاق السياسي الذي وقع عليه، ماذا تقول المادة الأولى؟ بأن الأجسام الثلاثة هي البرلمان والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة تعتبر معطلة، ليس من حقها أن تمارس أي صلاحيات ما لم يضمن أو تضمن مخرجات الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري. نحن لم ندخل في الإعلان الدستوري، هو كوبلر نفسه. يعني كل ما يحصل في ليبيا عبارة عن فوضى أمنية وفوضى سياسية وفوضى أخلاقية وفوضى اقتصادية، سمي ما شاء. إذن ما الذي يريده حفتر بالتحديد؟ لماذا التركيز على حفتر؟ حفتر قائد جيش وطني ومناضل ولديه من التاريخ مشرف، ودخل حرب أكتوبر وقاتل إلى جانب أحمد إسماعيل والجمصي، وقاد حروب لبنان، وقاد حروب ومكون هو أساسي من مكونات حاضرة شعبية. لماذا التركيز على حفتر؟ نعم. ليه ما تركزوا على شمعون بيريز مثلا؟ نعم. اللي راح أبو مازن يصافح فيه. نعم. أستاذ عبد الحكيم، التركيز الغضب. على حفتر لأنه يعني شخصية وطنية. لا ركزي على السراج الذي أتى به ليون في صفقة صفقة شركة ريبسون الأسبانية. نعم. ركزيني على السلبيات. نعم. ما أسألك سؤال واضح، نحن هنا لا نركز لا على السلبيات ولا الإيجابيات. أسألك سؤال واضح، سؤالك أستاذ عبد الحكيم، من بداية حديثنا وأنت تلتفت، نحن هنا ننقل حفتر حفتر. نعم. شو حفتر؟ طبيعي نحن أولا في هذا المقال، نحن في هذه الحلقة نناقش ما تذكره المقالة. ما فيش حاجة اسمها حفتر، في حاجة اسمها القبائل الليبية يا رويدة، القوى الوطنية الليبية، أنصار النظام السابق الذين وقعت عليهم مظالم والذين هجروا وقتلوا ونزحوا، آلاف المعتقلين في سجون الميليشيات فيهم 1000 امرأة، هؤلاء كلهم يبحثون عن منقذ يا سيدتي. نعم. والمنقذ هو خليفة حفتر في نظر الليبيين، ليس في نظري، قد أكون مختلفا معه. أنت صحفي وطبعا يعني خبير في هذا المجال، هل سؤالي ليس منطقيا؟ أسألك ما هي رؤية الخليفة حفتر؟ والله هذا السؤال يعني يطرح عليه هو مش علي أنا. أنت صحفي وتتابع. برأيك رؤيته إنه يقود جيشا ليبيا رسميا احترافيا انبثق عن برلمان شرعي يشكل أعضائه نواب هذا الشعب، وحظي بقبول عربي وأقليمي ودولي ودعم روسي ودعم فرنسي، واستقبل في مطارات ومن قبل وزراء الدفاع مثل وزير الدفاع الإماراتي، وزير الدفاع السعودي، وزير الدفاع الروسي، وزير الدفاع الفرنسي. لا أعتقد أنه قائد ميليشيا، ولا أعتقد أن هذه الدول من الغباء بمكان ألا تراهن على رجل يعني سلم روحه من أجل الوطن لكي ينقذ ليبيا من هذه الشردمة ومن هذه الكائنات التي جاءت من وراء الفضاء. نعم. ومن نعم. هذه النفايات البشرية التي جاءت بها المخابرات الأجنبية. نعم. إلى ليبيا لتقتل. أريد أن أنقل إليك قبل أن يدهمنا الوقت، أريد أن أنقل إليك ما كتبه موقع بيزنس إنسايدر عن استغلال المتطرفين لهذا الخصام السياسي الليبي، ويقول المقال: عدنا مجددا إلى ليبيا بجنود على الأرض وقنابل تمطر على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية، تغلب على التنظيم مرة أخرى بطبيعة الحال، تماما كما وصلنا في نهاية المطاف لحال أفضل مما كان الحال عليه بأن حكم القذافي، لكن ذلك لن يصلح الضرر الذي لحق بليبيا جراء وجود التنظيم ولن يخفف من أثاره. وتحكم ليبيا حاليا من قبل حكومتين متخاصمتين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب. مع هذا الفراغ المستمر سيدخل المزيد من الإرهابيين، وسيصرف المزيد من الدولارات الأمريكية في سبيل مكافحة المد الإرهابي هناك، ولن يتعلم أحد شيئا. هل هذه حقيقة باعتقادك؟ لا غير دقيق. هذه آراء، أنا نحترم. نعم. كل الآراء من كل يعني لكل الحق في الإدلاء بدلوه والتعبير عن رأيه، ولكن أنا قلت لك في بداية حديثنا يا ست رويدة أنني سوف أنقل لك ما أتلقاه وما عشته وما أسمعه وما يصلني يوميا من طبرق حتى رأس جدير، يعني من حدود مصر حتى لحدود تونس حتى لحدود تشاد والنيل، من شهود عيان. يا سيدتي الحالة الليبية الآن فيه تم إجماع وطني من قبل كل القوى الوطنية والقبائل على أن هذا هو الجيش الذي يعني انتزع حقيقة يعني أو تمكن من استرداد عصب الاقتصاد الليبي، وهو الهلال النفطي الذي كان يرزع على مدى 3 سنوات تحت ميليشيا مسلحة. نعم. تدعم المتطرفين الدينيين. سننتقل الآن إلى أبرز ما جاء من كاريكاتير حول هذا الموضوع.
تعليقك أستاذ الحكيم؟ ترى على ضفاف المزاج، يعني كل واحد يعبر عن الحالة الليبية من مش ستيج، يعني الحالة الليبية مش أمامها ستيج، الحالة الليبية يشوفها من الكورنر تبع. وانت حددت بدري في نقطة مهمة لو تكرمت فيها، 5 ثواني معنا 30 ثانية، 5 ثواني على قصة استغلال هذا الخصام. لا يا سيدتي، منذ إسقاط نظام القذافي كان الغرض هو تدمير الجيش الليبي وتمكين الإسلام السياسي العقدي من السيطرة على حكم ليبيا، والتدخل الأجنبي وسرقة موارد ليبيا، والصراع الآن على النفط واضح جدا. هذه وجهة لا لا هذا هو كلامه هذا يا أخي. هيلاري كلينتون، هيلاري كلينتون هي اللي دعمت المتمردين في بنغازي، وسلاح هيلاري كلينتون هو اللي قتل كريس ستيفنز. هذه الحقائق، مش وجهة نظر. على حضورك على كل المعلومات التي أفتنا بها. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. زوروا موقعنا على الانترنت العربي .tv، كما بإمكانكم إبداء رأيكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.